أنتقل محاضرتكم كمان لخبر من الأخبار المهمة اللي موجودة معانا النهاردة. المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين أدان ما أقدم عليه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بمخالفة الدستور المصري والأكواد الإعلامية من مصادرة حق المعرفة وتداول المعلومة بعد شطب اسم بليغ أبو عايد الناقد الرياضي من الجروب الرسمي للجنة الأولمبية بعد تصحيحه معلومة نشرتها اللجنة عن لعبة الفروسية. أعلنت رابطة النقاد الرياضيين في بيان عنها عن استيائها وأسفها من تصرف اللجنة الأولمبية ضد أحد أفراد أسرة النقد الرياضي ومنعه من ممارسة مهام عمله الصحفي. تابعت الرابطة يعلن المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين تضامنه الكامل مع الزميل بليغ أبو عايد النقد الرياضي بصحيفة المصري اليوم ضد ما فعله المسؤولون في اللجنة الأولمبية المصرية بمنعه من ممارسة عمله الصحفي وهو أمر مرفوض تماما. وأتممت الرابطة بيانها يعرب المكتب التنفيذي عن أسفه لتعامل اللجنة بهذه الطريقة مع أحد أفراد أسرة النقد الرياضي ويؤكد إصراره وتمسكه بحصول الزميل على حقوقه الأدبية والمهنية كاملة بعد هذا التصرف المؤسف. ده في الوقت طبعا اللي تتواصل فيه المطالبات بمحاسبة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية على إخفاقاته المتواصلة. خلوني استقبل على تليفون استاذ محمد عادل مدير تحرير مجلة روز اليوسف. استاذ محمد في البداية برحب بحضرتك على شاشة اكس نيوز. هبدأ مع حضرتك من حيث انتهى هذا الخبر، طلب بمحاسبة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، ماذا يعكس؟ اهلا وسهلا بحضرتك. عفوا، خلينا نكون واضحين، الفشل كان واضح من اليوم الاول منذ انطلاق الاولمبيات أو قبل انطلاق الأولمبياد. إحنا في كذا نقطة كده حابب أوضحها مع حضراتكم علشان الناس تعرف ليه إحنا بنطالب بمحاسبة هشام حطب. قبل سفر بعثتنا المصرية بأيام كان عندنا أزمة كبيرة، مش المهندس هشام ما كانش قادر يوفر اللب للبعثة المصرية اللي مسافرة طفل. لولا تدخل المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكورة وقدر يوفر للبعثة بالكامل اللبس بعلاقاته الشخصية فقط. اللجنة الأولمبية قبل سفرنا للأولمبياد افقدتنا هويتنا المصريه، احنا رايحين نمثل بلدنا قدام العالم في بطوله كبيره زي دي. الزي بتاعنا كان عليه شعار المفروض انه للملك فرس. الشعار ده كان ليس له علاقه بحرس ولا من قريب ولا من بعيد، حتى الحروف الهيروغليفيه اللي كانت مكتوبه على التيشيرتات او على الزي الرسمي للبعثه مجرد حروف غير مرتبه ليس لها معنى. مفيش جمله واضحه من الحروف دي. قبل سفر البعثه كان في شكاوى والتصريحات دي موجوده للعيبه، ومنهم لعيبه حققت ميداليات، منهم في ريال كانت بتشتكي من سوء الاعداد ومن سوء الاداره وما حدش بيدعمها ومحدش قادر يقف وراها، ومع ذلك راحت حققت ميداليه، وده ان دل يدل ان مفيش تخطيط ولا اداره، بل هناك عزيمه وروح من اللاعبين هي اللي حققت الميداليات وانقذت هشام حطب. طب حضرتك استاذ محمد كنت اتكلمت وفتحت هذا الملف المتعلق بهشام حطب على مدار الاسابيع او ثلاث اسابيع ربما في مجله روز اليوسف، هل هذه ابرز النقاط من وجهه نظر حضرتك التي تم اثارتها او اثرتها حضرتك بذاتك فيما يتعلق بهذا الملف، او ربما هنالك المزيد يجب التحدث عنه؟ طبيعي، ده في حاجات كتير جدا. المهندس هشام حطب قبل ما يسافروا الاولمبياد احنا المفروض بنستعد لبطوله كبيره زي دي، حضرته كان مشغول بالانتخابات بتاعت اتحاد الفروسية اللي هو رئيسه، وركز في الانتخابات وترك الاولمبياد علشان يامن نفسه ويحصن نفسه، لانه كان متاكد ان بعثه الفروسية هتفشل في الاولمبياد، وبالفعل فشلنا وحصلنا على المركز ال11 في لعبه هو رئيس اتحاد وشغل نفسه، وده كان مخالف للوائح وللقوانين. مفيش انتخابات، المفروض الانتخابات بتقام بعد الدوره الاولمبيه ب 45 يوم، هو اقام الانتخابات قبل الدوره الاولمبيه لتامين نفسه وتحصين نفسه وتحصين الاتحادات المواليه ليه. المهندس هشام حطب قبل الاولمبياد هدد الرياضه المصريه بالكامل، لما هدد انه هيلجا للجنه الاولمبيه الدوليه وهيشكو مصر، لما الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه عمل لائحه مواليه موحده بتديله الحق انه يجمد مجلس
اللجنه الاولمبيه في حال وجود مخالفات ماليه هدد الرياضه المصريه بالكامل وهدد انه هيصعد اللجنه الاولمبيه الدوليه، وده كان ممكن يحطنا في موقف لا نحسد عليه، كان ممكن يجمد الرياضه المصريه لمصالحه الشخصيه. طيب ما هي الخطوات التاليه فيما يتعلق بهذا الموضوع من وجهه نظر حضرتك استاذ محمد، وخاصه وان حضرتك اكيد بالطبع دارس هذا الموضوع بشكل كامل؟ يمكن احنا شفنا النهارده بيان خارج من رابطه النقاد الرياضيين بتتضامن مع الناقد الرياضي بليغ ابو عايد، هل هنشوف تحركات بشكل او باخر في الفتره المقبله في هذا الملف؟ احنا بالفعل هنبتدي نتحرك، الرابطه ونقابه الصحفيين كمان تضامنت مع الزميل بليغ ابو عايد وكلنا متضامنين معاه، لانه كل اللي حصل من بليغ انه كان بيحاول يصحح لهم اخطائهم ليس اكثر. السيد او المهندس هشام حطب كان باعت نشري باعت لنا خبر ننشره، خبر بيداري على اخفاق البعثه المصريه للفروسيه، باعت بيقول ان الاتحاد الدولي للفروسيه بيشيد بمشاركه مصر في الاولمبياد بعد غياب 69 عام، وده غير حقيقي. احنا شاركنا في 2016 في ريو دي جانيرو بكريم الزغبي، فاحنا هنفضل ماشيين في طريقنا. احنا كل املنا ان الرياضه المصريه تتطهر علشان نقدر يبقى عندنا ابطال اولمبيين، عشان فعلا اللي هو قاله امبارح وعلى مدار اليومين انه طلع يقفز على 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 انجاز الابطال دول ويقول احنا التخطيط والاداره ونجاح الاتحاد، احنا عايزين نوضح للناس ان ده مش حقيقي علشان نقدر قبل اولمبياد باريس 24 نكون عندنا ابطال بجد ونقدر نحقق ميداليات بجد في ظل الدعم الكبير اللي بتقدمه الدوله. احنا الدوله قدمت دعم كبير، صرفت فلوس كتير جدا علشان نوصل اللي احنا وصلنا له، وفي الاخر وصلنا له بمجهود الولاد الاربعه، في اربعه من السته خدوا ميداليات وهم كانوا غير مرشحين، اللجنه الاولمبيه نفسها كانت ما كانتش حطاهم في الحسبان، ريال ما كانتش مرشحه ولا من قريب ولا من بعيد ولا حتى كان في الحسبان بالنسبه للجنه الاولمبيه ان هي حتى تجيب مركز متقدم، وفي الاخر جابت ذهب. نعم. فاحنا ماشيين في طريقنا لحد ما الرياضه المصريه تتطهر من هؤلاء. نعم، الاستاذ محمد عادل مدير تحرير مجله روز اليوسف، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر.